هجوم غامض طال الفصائل المسلحة الموالية لإيران قبل 48 ساعة من الآن على الحدود السورية العراقية، وهذا الهجوم جاء بتفاصيله المرصد السوري لحقوق الإنسان، والضربة تماما تمت على الأراضي السورية كما تلاحظون هنا باللون الأحمر، هي مناطق سيطرة الحكومة السورية بشكل عام، وأيضا مناطق تواجد الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وباللون الأصفر هي مناطق تواجد قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن هذه الضربة تمت بطائرة مسيرة غامضة قامت بمهاجمة هذه النقطة المتمثلة بناحية العشارة بهذا الاتجاه، والتي تبعد 52 كيلو مترا عن البوكمال الحدودية مع العراق. وسمع دوي 5 انفجارات في هذه المنطقة، والهدف الأساسي من هذا الهجوم بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان هي نقاط عسكرية للفصائل المسلحة الموالية لإيران. لم يعرف حتى هذه اللحظة كم قتلى وكم من الجرحى تعرضوا طبعا إلى أو سقطوا بسبب هذه الضربة التي نتحدث عنها. والمثير بأن هذا الهجوم هو يعتبر الهجوم الثالث الذي يتم بطائرة مسيرة غامضة بهذه الطريقة ضد الفصائل المسلحة الموالية لإيران خلال هذا العام. الهجوم الذي جاء قبل هذا الهجوم الذي نتحدث عنه هو في 6 يناير، تم هذا الهجوم أيضا بطائرة مسيرة بنفس السيناريو، ولكن على ناحية التبني وكذلك على نقطة أخرى وهي المسرب. كان الهجوم والهدف الأساسي هو معسكر تابع إلى الفصائل المسلحة أو معسكرات للفصائل المسلحة الموالية لإيران تم استهدافها، وكانت هنالك أيضا انفجارات غامضة، ولم يكن هنالك أي اعتراف أو أي معلومة تفوق أو تأتي أكثر من المعلومات التي ذكرتها لكم الآن. وكان هنالك أيضا هجوما قبل يومين من الهجوم الذي ذكرته لكم الآن في 4 يناير، وكان هذا الهجوم موجها مباشرة أيضا بطائرة مسيرة غامضة على هذه النقطة، ألا وهي المتمثلة بمزار عين علي. كان هنالك في محيطها عددا من النقاط أو التحصينات للفصائل المسلحة الموالية لإيران، وتعرضت إلى انفجارات، وكان هنالك دوي انفجارات عنيفة للغاية. لم يعرف كم من القتلى والجرحى سقطوا بسبب هذا الأمر. وبالتالي في الفترة الأخيرة ومنذ العام الماضي، تقريبا منتصف العام الماضي حتى قبل أشهر قليلة، دائما السؤال يطرح، هل هي إسرائيل أم التحالف الدولي بدأ بعمليات لا يعلم من خلالها بهذه الهجمات من أجل عدم تحمل المسؤولية واتباع طريقة جديدة في مواجهة هذه الفصائل المسلحة؟ ولكن الهجوم الذي تم على العشارة ظهرت تماما معلومات توضح بأن إسرائيل تقف خلف هذا الأمر تماما. التصريحات كانت غير رسمية، ولكن هي توضح بأن كل هذه الهجمات تقف خلفها إسرائيل بشكل مباشر، وهذا جاء بتصريح واضح من أو.آر. هيلر، ألا وهو طبعا مراسل حربي في قناة الثالثة أو القناة 13 الإسرائيلية، والذي تكتب بهذا الشكل على تويتر قبل 24 ساعة من الآن، وقال: تقرير في سوريا، هاجمت طائرات حربية إسرائيلية الليلة الماضية رتلا إيرانيا في منطقة دير الزور قرب الحدود السورية العراقية. الجيش الإسرائيلي لا يتطرق إلى التقارير الأجنبية، وهذا يعتبر اعتراف بحد ذاته بالطريقة الإسرائيلية باتباعهم لهذه العمليات، وهو يعتبر مثيرا لأن إسرائيل عادة لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر يأتون بمعلومات أو يتحملون المسؤولية بأي شكل من الأشكال بعد 24 ساعة أو بعد 48 ساعة، وهذا الأمر تم بهذا الشكل. وجاء متزامنا أيضا مع أمور إسرائيل بدأت تكشف عنها على المستوى الاستخباري. واحدة من آخر هذه التقارير كانت قادمة من جهاز الشباك الإسرائيلي، الذي كشف معلومات عن صفحة للفيسبوك بهذا الشكل وبهذه البساطة. صفحة الفيسبوك طبعا اسم هذه الصفحة هي سارة بابي، وهذه طبعا الشخصية، تحدث الشباك الإسرائيلي بأن هذه الصفحة هي تابعة إلى إيران بشكل مباشر، وإيران تقف خلفها ولديها 2100 صديق. هؤلاء الأصدقاء كلهم مواطنون في الداخل الإسرائيلي، وهذه الصفحة تبحث عن عملية إيجاد بلبلة في الداخل الإسرائيلي من خلال هذه الصفحة. وبالتالي المعلومات التي نشرها الشباك الإسرائيلي بمعلومات واضحة للغاية يوم أمس أكد بأن هذا الحساب هو يتواصل مع متابعيه في الداخل الإسرائيلي عبر الفيسبوك كما تحدثنا، وعبر الواتساب، وتدفع المبالغ المالية عبر البيتكوين. الهدف الأساسي بالنسبة لهذه الصفحة التي تقف خلفها إيران بحسب ما يتحدث الشباك
طبعا هو عملية جمع معلومات عن المسؤولين والدبلوماسيين الإسرائيليين الموجودين في الداخل الإسرائيلي، بالإضافة إلى عملية جمع معلومات عن العرب من الدول التي تمتلك علاقات دبلوماسية وتعتبر صديقة إلى إسرائيل والذين يعملون في السفارات. أيضا يريد هذا الحساب تجميع معلومات عنهم، وكذلك من المسؤولين أو المستثمرين العرب في الداخل الإسرائيلي وطبيعة الشركات التي يمتلكونها في الداخل الإسرائيلي. أيضا كان هذا الحساب يهدف إلى الحصول على معلومات من هذا الأمر، وأيضا كان يهدف هذا الحساب إلى نشر وجعل هؤلاء المتابعين في الفيسبوك أو الأصدقاء من دفعهم إلى رفع لافتات مناوئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والهدف الأساسي هو جعل شرخ بين العلاقة الإسرائيلية الروسية، وبالتالي سيكون هذا الأمر مفيدا جدا إلى إيران على مستوى الساحة السورية، كون أن الطرفين متفقين على قضية ما يجري في سوريا، وسيكون مكسبا كبيرا على المدى البعيد. بالإضافة إلى ذلك أيضا بأن هذا الحساب كان يبحث من خلال التواصل عن طريق الفيسبوك أو حتى الواتساب، ومن خلال دفع الأموال كما تحدثنا عبر البيتكوين من أجل القيام بأعمال عنف في داخل إسرائيل كما تحدث الشباك طبعا. وهذه القضية وهذا العنف قد يكون موجها مثلا ضد المثليين في إسرائيل على سبيل المثال أو أي أطراف أخرى، وبالتالي تخلق البلبلة في الداخل. الشباك كشف هذه الأمور وقال بشكل رسمي وبهذا الشكل بأن إيران استخدمت حسابا مزيفا في الفيسبوك من أجل القيام بكل هذه الأمور التي ذكرناها، وهذا أمر أيضا استخباري داخلي الآن يتحدثون عنه خلال ساعات بسيطة 24 ساعة 48 ساعة وتحدثوا عن هذا الأمر. والمثير بأن هذه التفاصيل هي تأتي بعد يوم واحد فقط من كشف الموساد الإسرائيلي أيضا بشكل غير مباشر عن عملية قاموا بها ضد هذا الرجل وهو منصور رسولي في داخل إيران. اقتحموا منزله في داخل إيران وسجلوا له صوته ونشروا هذا التسجيل تماما على تايمز أوف إسرائيل أو جيروسلم بوست أو حتى هآرتس الإسرائيلية، وهذا الرجل كان يتحدث بأنه تابع إلى الوحدة 840 في فيلق القدس الإيرانية التابع إلى الحرس الثوري الإيراني، وأنه كان يهدف إلى عملية اغتيال مسؤولين غربيين ومسؤولين إسرائيليين، ومن المسؤولين الغربيين جنرال أمريكي كبير موجود في ألمانيا، وهذا الأمر تحديدا سئل عنه جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون الأمريكي يوم أمس في مؤتمر صحفي. سألوه عن حقيقة هذا الأمر الذي كشف عنه الموساد الإسرائيلي ورفض التعليق عن هذه المسألة كون أن هذا الأمر محرج للغاية، وهنالك هدف واضح جدا هآرتس الإسرائيلية ركزت عنه. لماذا إسرائيل بدأت تتحدث وتكشف عن أمور استخبارية خطيرة من المفترض أن لا تكشف بهذا الشكل؟ وتحدثت هآرتس عن هدفين تبحث عنه إسرائيل في هذا التوقيت بالذات من كشف هذه التفاصيل. الهدف الأول، الخطوة تهدف إلى توجيه الرأي العام في إسرائيل والولايات المتحدة والعالم ضد الحرس الثوري الإيراني وإمكانية حذفه من قوائم الإرهاب الأمريكية، وهذه نفس الطريقة التي اتبعوها في عام 2018 عندما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو عن عملية كبيرة قام بها الموساد الإسرائيلي في داخل إيران من أجل الحصول على الأرشيف النووي الإيراني. وهذه القضية عندما أعلنوا عنها نفعت فعلا وأقنعت الإدارة الأمريكية السابقة التي كان يقودها الرئيس الأمريكي السابق طبعا دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاقية النووية، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. واضح أن الهدف هو نفس الهدف. كذلك إسرائيل تحاول استغلال عددا من الضغوط وضغوط كبيرة تجري في الداخل الأمريكي على الرئيس الأمريكي جو بايدن في مسألة المفاوضات النووية. هنالك على سبيل المثال هذه الإحصائيات التي نشرت من قبل المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، نشر هذه التفاصيل كيف كانت الأمور بالنسبة إلى فعاليات الحرس الثوري الإيراني قبل الانسحاب من الاتفاقية النووية وبعد الانسحاب من الاتفاقية النووية. ووجدوا في فترة دونالد ترامب هنا عندما كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وكان موجودا من ضمن هذه الاتفاقية النووية، كان هذا هو طبيعة فعاليات الحرس الثوري الإيراني أو نشاطاته في المنطقة بشكل عام. واضح بأنها ازدادت نوعا ما قليلا مع انسحاب دونالد ترامب من الاتفاقية النووية في عام 2018، ليس بالارتفاع الكبير، ولكن مع مجيء الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن
إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وبطبيعة السياسات التي تبعها في الفترة الأخيرة مع إيران لاحظ كيف ازدادت النسبة. هنا نتحدث عن أقل من 100% بالنسبة إلى العنف القادم إلى الحرس الثوري الإيراني في منطقة الشرق الأوسط والعالم بشكل عام. لاحظ كيف ازدادت وأصبحت أكثر من 100% بالنسبة لفعاليات الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي اعتبره هذا المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي بأنه إخفاق كبير في سياسات الرئيس الأمريكي الحالي. بالإضافة إلى ذلك كان هنالك أيضا إحصائيات، وكانت هنالك إحصائيات قادمة من معهد ستوكهولم لأبحاث السلام التي نشرت هذه التفاصيل أيضا. وكما تلاحظون في عام 2015 إلى عام 2017 كان عملية الإنفاق الإيراني على القوات الإيرانية، على الحرس الثوري الإيراني وغيرها، كانت بهذا الشكل التصاعدي كما ترون، ولكن مع الضغط الأقصى أو حملة الضغط الأقصى التي تبعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وانسحابه من الاتفاقية النووية رغم اتخاذه لهذه الإجراءات، إلا أن إيران لم تعد قادرة. كان هنالك هبوطا في عملية الإنفاق الإيراني على القوات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بهذا الشكل، ولكن على الرغم من عدم نجاح الاتفاقية النووية والعودة إليها وأن إيران من المفترض أن تكون معاقبة، إلا أن في فترة الرئيس الأمريكي جو بايدن تغيرت الأمور وتصاعدت الأمور، وبدأت إيران الآن هي قادرة وزاد إنفاقها على القوات الإيرانية طبعا بكل تأكيد كما تلاحظون بهذا الشكل. وأيضا دراسة أخرى ضاغطة أيضا على إيران هي كانت قادمة من الFDD وهي طبعا تعتبر مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. كما تلاحظون هنا أيضا توضيح بأن في فترة دونالد ترامب التقدم النووي النيوكلير تايم لاين، كان التقدم النووي في فترة دونالد ترامب على الرغم من انسحابه من الاتفاقية النووية لم تصل إلى الدرجات التي وصلت إليها في فترة الرئيس الأمريكي جو بايدن. الآن آخر التقارير تتحدث أن إيران على بعد أسبوعين فقط للوصول إلى القدرة التي ستمكنها من الوصول إلى القنبلة النووية، وبالتالي واضح إسرائيل تحاول استغلال هذا الأمر من أجل إفشال هذه المفاوضات النووية. كذلك هنالك هدفا آخر تحدثت عنه هارت الإسرائيلية وقالت إذلال إيران، هذا هو الهدف الثاني. بينما تكافح إيران لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في الخارج، يعمل محققو الموساد لكفاءة على الأراضي الإيرانية ويقومون باعتقالات وفتح مخططات الاستخبارات الإيرانية. وهذا الأمر تحديدا وإذلال طهران وعمليات الموساد يجب، ونحن كلنا نتذكر ما الذي جرى إلى هذه القاعدة تحديدا في كرمنشاه التي تعرضت إلى هجوم بطائرات مسيرة مفخخة إسرائيلية، 6 طائرات بحسب ما تحدثت عنه المصادر الإيرانية بشكل مباشر، والذي على أساسه وبسببه وبسبب هذا الصراع بين إسرائيل وإيران قصف العراق بالصواريخ البالستية، وحتى هذه اللحظة هو يتعرض إلى قصف كبير بسبب هذه القضية. وبالتالي العراق يحاول فعلا الخلاص من الصراعات الكثيرة والتدخلات الأخيرة، وواضح جدا أن الفترة الأخيرة بدأ العراق يحاول التخفيف من التدخلات من أجل الحد من هذه المشاكل التي أصبحت كثيرا وتمزق الجسد العراقي بشكل كبير. وهذا الأمر بدأ واضحا مما يجري من عملية عسكرية في داخل سنجار تحديدا. دعونا نذهب إلى القمر الصناعية الآن لنهبط مباشرة إلى شمال العراق لكي نتعرف بسرعة عما يجري ولماذا نحن أمام هذه العمليات التي نتحدث عنها الآن. الآن بالنسبة إلى الحدود العراقية كما تلاحظون هنا، هذه هي الحدود العراقية كما تلاحظون مع عدد من الدول المهمة، هنا سوريا، هنا تركيا، وهنا إيران بهذا الشكل، وطبعا هذه هي الأراضي العراقية. حزب العمال الكردستاني بالنسبة إليه وبسبب الصراعات مع تركيا منذ فترة هو كان متواجدا في هذه المناطق المتمثلة بجبلها كورك وكذلك جبل قنديل، وأيضا موجودين في مخيم مخمور هنا تحديدا. وبعد ذلك في عام 2014 دخل حزب العمال الكردستاني وسيطر على سنجار التي ترونها بهذا الشكل، وبعد عام 2014 ووصولهم إلى سنجار هذا ما شجع حزب العمال الكردستاني بالتوسع بشكل أكبر بهذا الشكل، وبدأ يسيطر على هذه الجبال بهذه الطريقة، بدأ يوسع الجبهة مع تركيا، وكذلك الدخول إلى سوريا بهذا الشكل والوصول إلى سنجار. لا يتمكنون وليس لديهم من مقدرة الوصول وقطع هذا الطريق المستقيم بسبب أنها مناطق سيطرة الجيش العراقي بكل تأكيد، وبالتالي أصبح وكأنهم يمتلكون هلالا جيدا وسيطرة عالية. وهذا التوسع هو الذي دفع تركيا
لكي تهاجم هذه القوات بكل تأكيد وهي قوات حزب العمال الكردستاني. بهذا الشكل بدأت بعملياتها الكثيرة، مخلب النسر، مخلب النمر، وقفل المخلب التي نتحدث عنها، من أجل تأمين هذه المناطق ومنع فعلا البكك من الحصول على هذه الإمكانية الاستراتيجية. بل إن كانت هنالك عملية معروفة جوية كبيرة قاموا بها على سنجار من أجل إضعاف البكك طبعا في هذه المنطقة، وبالتالي واضح جدا أن حزب العمال الكردستاني هو سبب كبير جدا لهذه التدخلات وهذه العمليات العسكرية التركية. وهذا ما بدأ العراق بالعمل عليه بقوة الآن، وبدأ بعملية عسكرية كبيرة في سنجار من أجل التخلص من عناصر البككة الموجودة طبعا بهذا الاتجاه. دعونا نقترب من هذه المنطقة سنجار تحديدا لكي نتعرف أيضا ما الذي جرى بالضبط، وكيف استغلوا مسألة البككة بالنسبة إليهم وحزب العمال الكردستاني، كيف استغلوا هذه النقطة ووصلوا بهذا الاتجاه ودخلوا إلى سنجار طبعا بكل تأكيد. بالنسبة إلى هذه الفترة، في فترة عام 2014 كلنا نتذكر تنظيم داعش الإرهابي هو اجتاح مناطق واسعة من العراق طبعا بكل تأكيد، وداعش طبعا وصل في عام 2014 إلى قضاء سنجار وسيطر عليه، وتنظيم داعش الإرهابي سيطر أيضا على عدد من النقاط الموجودة في جبل سنجار، هذا هو جبل سنجار الذي ترونه أمامكم، وطبعا البيشمركة في حينها وقوات البيشمركة انسحبت من هذه المنطقة، وبالتالي تركوا الأزيديين الموجودين في هذا الجبل طبعا لمواجهة تنظيم داعش، وهذا ما استغلته البككة، عناصر البككة الموجودة في سوريا لكي تدخل مباشرة إلى جبل سنجار وتأتي إلى جبل سنجار بداعي وبعذر وبحجة حماية الأزيديين الموجودين هناك، وقاموا بتشكيل ميليشيا يطلقون عليها اليبشة من أجل البقاء ومن أجل كأنها وحدة لحماية سنجار طبعا هذا هو الاسم الآخر لها، وبالتالي هم تواجدوا بهذه المنطقة لمواجهة داعش. ولكن كما نعلم كان هنالك انتصارا كبيرا للجيش العراقي والقوات الأمنية العراقية في الخلاص من تنظيم داعش الإرهابي، وبالتالي مناطق السيطرة بعد كل هذه القصة التي تحدثنا عنها جاءت بهذا الشكل. هذه كلها مناطق سيطرة الجيش العراقي، مسيطر طبعا على سنجار بهذا الاتجاه وهو متواجد بهذه المناطق. ولكن بقي حزب العمال وتحديدا اليبشة الذين نتحدث عنهم الآن وتجري هنالك عملية عسكرية كبيرة، هم طبعا لا زالوا موجودين في خانصور وكذلك في ناحية سنوني، هذه المناطق كلها سيطروا عليها طبعا منذ عام 2014 وموجودين في هذا الجبل المهم جدا وهو جبل سنجار. وبالتالي القوات الأمنية العراقية الآن بدأت بهذه العملية العسكرية من أجل التخلص من هذه الجماعات لإنهاء سبب التدخلات التركية المستمرة. وبالتالي القوات الأمنية العراقية تقدمت فعلا وتمكنت من عملية تحرير منطقة ناحية سنوني بهذا الاتجاه، وأصبحت هذه المنطقة كلها تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية، وبالتالي طبعا كما تلاحظون كلها تحت سيطرتهم، ولم تتبقى إلا هذه المنطقة ألا وهي منطقة خانصور التي إذا ما تمكنت القوات الأمنية العراقية في الأيام القادمة في الساعات القادمة من السيطرة عليها فهذا سيعني نهاية جماعات اليبشة من التواجد على الأرض على هذا المستوى الشمالي الذي يأتي شمال جبل سنجار طبعا، وبالتالي سينسحبون إلى الداخل السوري، ولكن سيبقون بكل تأكيد في جبال سنجار لأن هذا الجبل من الصعب جدا السيطرة عليه، وقد يحتاج إلى عملية أخرى وعملية خاصة من القوات الأمنية العراقية من أجل إنهاء هذه المنطقة وتنظيفها بالكامل. صراعات كبيرة تجري في الداخل العراقي وارتدادات هذه الصراعات دائما إذا ما كان هنالك قتلى للحرس الثوري الإيراني مثلا في الداخل السوري دائما ارتداداتها على العراق، أو ما يجري في داخل إيران لها ارتدادات طبعا على العراق.